أولا، ما يحدث الآن يتم نقل جثمان الشهيد عمر الإخمور 14 عاما الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي من مستشفى الحسين بيت جالة إلى مسقط رأسه، حيث المخيم الذي استشهد فيه مخيم دهشة جنوب بيت لحم. كلما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المخيم وقع شهيد واستشهد أحد الفلسطينيين. على مدار الأسابيع الماضية استشهد 3 فلسطينيين من مخيم دهشة جنوب مدينة بيت لحم. على الأكف على الأكتاف ينقل الآن عمر الإخمور باتجاه مخيم دهشة لإلقاء نظرة الوداع عليه. هناك والدته، هناك شقيقاته وأهله وعائلته ينتظرون الشهيد عمر الإخمور الطفل لإلقاء نظرة الوداع عليه بكل تأكيد قبل أن يصلى عليه أمام مخيم دهشة، وبعد ذلك نقله إلى مقبرة الشهداء في منطقة أرطاس لدفنه ولمواراة الثرى. هذه صور مباشرة ننقلها الآن لكم على الهواء مباشرة لمئات الفلسطينيين يحملون الإخمور 14 عاما باتجاه المخيم، وبالتالي عمر قوة المخيم وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي مما أدى إلى إصابته برصاصة في رأسه. نقل إلى المستشفى، كان هناك مدير الطوارئ وقال هناك صعوبة في أي تدخل طبي، عمر وضعه حرج في ساعات الصباح عندما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم. ولكن قبل حوالي ساعة ونصف من الآن أعلن الأطباء استشهاده، أي أنه يعني توقف قلبه عن العمل. بكل تأكيد هذه الجنازة مستمرة باتجاه المخيم، من المتوقع ربما أن تندلع المواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ككل يوم، وذلك غضبا هذه الجريمة الاحتلال الإسرائيلي. كوثر، أذكر 14 شهيدا منذ بداية عام 2023. هنا الفلسطينيون يقولون في الشارع بأنه نحن نبدأ هذه الأعوام الجديدة مع كل عام هناك شهداء. عام 2023 بدأه الفلسطينيون ب14 شهيدا من الخليل جنوبا وصولا إلى جنين شمالا. كل يوم هناك شهيد، سواء في جنين، في نابلس، في طول كرم، في قلقيلية، في الخليل، في بيت لحم، في رام الله، في أريحة، في طوباس وفي سلفيت، في القدس وفي كل مدن الضفة الغربية. وبالتالي الأمور هنا متوترة جدا. ننقل لكم على الهواء مباشرة صيحات الغضب والاستهجان من قبل هؤلاء المشيعين الذين يشاركون في تشييع جثمان الشهيد الإخمور. وبكل تأكيد الأجواء هنا صعبة ومؤلمة، ولكن ستكون أصعب عند وصول عمر إلى مسقط رأسه هناك في المخيم حيث تربى في زقاقه. الأمور ستكون أصعب عندما يدخل عمر إلى والدته، ونحن هذا الموقف عايشناه كثيرا عندما يدخل الشهداء في آخر مرة لهم إلى بيوتهم، وذلك لوداعهم من قبل عائلاتهم وتحديدا الوالدة التي ستكون هي الأقرب بالنسبة لنجلها. هي آخر مرة بكل تأكيد سيدخل فيها عمر إلى مخيم دهشة، وبعد ذلك سيحمل عريسا كما قالت الوالدة على أكف هؤلاء المشيعين باتجاه مدخل المخيم للصلاة عليه، وبعدها في جنازة يتوقع أن يشارك فيها آلاف من الفلسطينيين باتجاه مقبرة الشهداء هناك في أرطاس. جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد من عملية يعني عمليات الانتهاكات المستمرة بشكل شبه يومي، وبكل تأكيد عندما يدخل إلى المخيمات الفلسطينية لتنفيذ اعتقالات. ما جرى اليوم في ساعات الفجر أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي دخلت إلى مخيم دهشة بهدف اعتقال أحد المطلوبين لديها كما قالت قوات الاحتلال، وتمكنت من ذلك، وبعدها بدأت بإطلاق الرصاص الحي. وذكرت كلما دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي وقع هناك وسقط عدد من الشهداء، وبالتالي أيضا هم اعتقلوا متضامنة أجنبية إيطالية تبلغ من العمر 52 عاما، كانت في منزل الأسير المعتقل إداريا نضال أبو عكر، وبالتالي رفضت أولا يعني التجاوب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأنهم دخلوا إلى هذا المنزل فقاموا بحملها بعد تقييدها. أحد الجنود الاحتلال حمل هذه المتضامنة على ظهره
وغادر المنزل وسط تهديد جنود الاحتلال لعائلة أبو عكر وللمواطنين الفلسطينيين، حيث شاهدنا قبل قليل الفيديوهات التي عرضت لهذه القوة الإسرائيلية التي دخلت إلى المخيم وبدأت بعملية إطلاق النار وحتى قامت باعتقال عدد من الفلسطينيين ومتضامنة إيطالية كما ذكرت. لكن لا معلومات حتى الآن حول ما قال عليه وضع المتضامنة الإيطالية. حتى الآن لا توجد هناك أي معلومة. حاولت التواصل مع نادي الأسير الفلسطيني، حيث كل المعلومات مصدرها نادي الأسير الفلسطيني أو هيئة شؤون الأسرة، حيث يتم طبعا أخذ المعلومات من هذه الجهات. وبكل تأكيد يعني في حال توفرت أي معلومات، لكن من المتوقع أن يتم ترحيلها، لأنه هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال متضامنين أجانب، سواء من منازل فلسطينية أو حتى من الميدان، ويتم ترحيلهم إلى بلدانهم. رائد، سنبقى في متابعة معك، شكرا لك على نقلك صورة تشييع جثمان الطفل الفلسطيني. كنت معنا من بيت لحم، شكرا لك.